مرحبا بكم في هاملتون مسكنك الجديد. Immigrants Working Center أعد هذا الفيديو لشرح بعض الخطوات الأولى الهامة التي تحتاج إلى اتخاذها من أجل أن تسكن وتستقر في مدينة هاملتون. الرقم الضمان الاجتماعي The SIN Number يتكون من 9 أرقام التي تحتاجها للعمل في كندا والحصول على البرامج والإعانات التي تقدمها الحكومة. رقم الضمان الاجتماعي The SIN Number الخاص بك ينبغي أن يكون واحد من أول الأشياء التي تفعلها عند وصولك إلى مدينة هاملتون. ينبغي عليك تقديم الطلب شخصياً للحصول على رقم الضمان الاجتماعي The SIN Number في إحدى مراكز خدمات كندا Service Canada Offices. يجب أن تزود واحدة من الوثائق الأولية على الأقل التي تثبت هويتك ووضعك في كندا. يجب أن تكون هذه الوثيقة النسخة الأصلية وليست المستنسخة. وثيقة أولية يمكن أن تكون بطاقة الإقامة الدائمة، تصريح العمل، تصريح الدراسة التي تشير إلى أنك قد تتمكن من العمل في كندا، أو سجل الزوار صادر عن Citizenship and Immigration Canada الذي يأذن لك للعمل في كندا. يمكنك أيضاً استخدام وثيقة الهجرة الأولية وجواز السفر لطلب الحصول على رقم الضمان الاجتماعي SIN Number. من المهم جداً أن يكون لديك وثيقة الهجرة الأولية الخاصة بك مختومة وموقعة من قبل موظف في بوابة الدخول عند وصولك لأول مرة في كندا. ينبغي عليك تقديم الطلب شخصياً للحصول على رقم الضمان الاجتماعي SIN Number في مركز خدمات كندا الواقع في مدينة هاملتون في شارع أبر جيمس. ساعات العمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. يمكنك أن تستقل الحافلة رقم 27 أو رقم 35 من وسط المدينة للوصول إلى هناك. ينبغي عليك تقديم الطلب شخصياً للحصول على رقم الضمان الاجتماعي SIN Number في مركز خدمات كندا Service Canada الواقع في مدينة هاملتون في شارع بارتن ستريت. ساعات العمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 4 عصراً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. يمكنك أن تستقل الحافلة رقم 2 من وسط المدينة للوصول إلى هناك. قد يمكنك الحصول على رقم الضمان الاجتماعي SIN Number خلال 15 دقيقة إذا حضرت إلى مركز الخدمة الكندية Service Canada Office قبل الساعة 10 صباحاً ومعك كل الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم. For more information, please visit our website.